السلام ومرحبا بكم في فوتومارت انترناسيونال. اليوم باش نكتشفوا مع بعضنا لوكودوكس كيت ستوديو اس 400 جينيراسيون 2. حلو مع بعضنا الفاليز. كما تراو الفاليز نتاعنا عندنا 80 سنتي على 40 سنتي، يعني تنجم تحط في اي مال فيها. منين نجموا نهزوها وفرد وقت نجموا زاد كيف كيف فيها جالي. حلو مع بعضنا من فوق باش نلقاو سوفت بوكس جودوكس 60/90. كما قاعدين تراو لهنا فما دو تيت جودوكس اس 400 جينيراسيون 2. عندنا كابل داليمونتاسيون، الريفلكتور اللي باش يركب مع الامبريلا، كابل داليمونتاسيون، لامب تيموان 150 واط، دوزيام لامب تيموان. لهنا في الفاليز نجم تحط لي باتري نتاع المصورة نتاعك ولا حاجات اللي تنجم انت باش تستحقهم. فيزيبلويت دو روشونج نتاع لي تيت، لي بارتيسيون اللي نجم نبدو الفورمات تاع الفاليز نتاعنا، بروتيكسيون واحدة أخرى، صحابة جودوكس مترو بلون كالعادة. هنا دو ستاند باس كربون، يعني خفيف وكوستو فرد وقت. كل ستاند فيهم رسول كما قاعدين تراو باش اوكا او لخاطر لكن نغفلوا على الليتات نتاعنا وهما سخان ونحلوا لي ستاند ما يركزوش. هذه ستاند الاولى، وهذه هي الستاند الثانيه. كما قاعدين تراو فما سبت اللي نجم نربطو بيه من التيت نتاعنا موجودين في الفاليز من داخل، الفاليز غارقة، حتى يكون الكيت نتاعنا خاص لي اس 400 ديما الكيت هذوما مصنوعين لأكثر الاستوديو، ما نجموش نخسروا الفاليز كي نحطوا الكيت نتاعنا في وسط الاستوديو، فاليز نجمو نستعملوها في أي حاجة أخرى. نرجعو تو مع بعضنا، أول حاجة نحطوا لي دو ستاند. فوالا بعد لي دو ستاند نحطو الصحابة نتاعنا كيما غاديين تراو هكا. لهنا نحطو البارتيسيون الأولى، من بعد لنا لي تيت جودوكس نتاعنا اسكا جينيراسيون 2. كما نعرفوا الناس الكل لي جينيراسيون دو هي الريسبتور ولو انتجري في وسط ليتيت. ثاني حاجة ما عندناش برشا مانيبيلاسيون لهنا، نتستو مع بعضنا واحدة من ليتيت. فوالا باش نلقاو لنا اللي باش نختارو الجروب ولا الشين اللي باش نخدمو عليها، لنا باش نحطو سلايف ان ولا سلايف دو، لنا باش فما صوت يعملو الفلاش نجمو نستغنو عليه. هلا لنا عنا لي مود بون قدام كالعادة، عنا مونتور بوينز، عنا لي لامب كيما قلت قبيلي 250 واط، فوالا لهنا عنا لي مود نجمو نخدمو كان بالفلاش، ها، وإلا نخدمو بالفلاش والنمير كونتينيو فرد وقت. يعني كيما نتحكم في الفلاش نتاعي قاعد نتحكم في النمير كونتينيو. ساعات نلزم نسحق باش نبدل النمير فلاش نتاعي وحدها والنمير كونتينيو وحدها. فوالا ها الفلاش هذايا في البلان بيسونس نتاعو ينجم يرجع يشارجي ضربة اللي من بعد
في اقل من سكوندا كما قاعدين تراو اني باش نحطو ان سيغ ان فوالا ها ها طون دو ريسكلاج نتاعو يعني اقل من سكوندا زاد عندنا بور يو اس بي نجمو نركبولو كان عندنا تريجر اليو اس بي تاع الاف تي 16 نجمو نخدمو بيهم يخدم على الاكس تي 2 على الار تي 16 على الاكس تي 16 زاد كيف كيف لان نحاولو نبعدو اللي نحنا نمسو اللومب وهي سخونة بيدينا باش لا قدر الله تتحرق زاد كيف كيف عنا بروتكسيون رجعو الساشي نتاعنا نحاول نحطو الفلاش نتاعنا في لي كوان فوالا هذا الفلاش الثاني فوالا نقسمو بيناتهم لدو بارتيسيون هنا لان نحطو ترازيام بارتيسيون نحطو لي كابل الدو لومب والبول ريفكتور اللي نستعملوها مع الصحابة السوفت بوكس سكر كيت نتاعنا على فوتومارت لي متزيه بمناسبة العيد عاملة بروموسيون كبيرة برشا خاصة الظروف اللي قاعدة تمر بها أصدقائنا وأصحابنا وأخواتنا المصورين تنجموا تدخلوا على الباج تلقوا البروموسيون وكل عادة ورمضانكم مبروك وإن شاء الله عيدكم مبروك تصبحوا على خير.